شوف قلت لي تصاوب لي جوج كيلونس، راه ملي عبر لي هذيك جوج كيلونس وعطاني عطاني الورقه ديال شحال غادي نخلص، شحال خلصت؟ السلام عليكم خوتنا وحبابنا وصحابنا والناس زوينين ديالنا، مرحبا بكم في لاشين ديالكم مروك في المانيا، ان شاء الله تكونوا بخير ولا خير، ومرحبا بالناس جداد، وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم. يعني سوا الناس اللي كيسولوا فينا في بريفي سير انستغرام ولا فيسبوك، ولا الناس تكتبوا لنا كومونتير زوينه هالبونجور ديالكم. غنهضر لكم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا على ستوري تايم، يعني واحد القصه وقعت لي هنايا في الالمان ملي كنت جيت باقي جديد هنايا فهمتوني، يعني ومريح واحد النهار في الدار مع عليا ما بيا ديك الساعه، باقي يعني باقي الصول وباقي ديال راسي مريح في الدار الخمام، شويه طاح لي السردين في بالي، قلت اول السردين عندي مده ما كليتو، الله ما كرهناش شي لاطه، شنو هو غادي ندير؟ مشيت كنقلب في السوبر مارشيات هذه، كندخل هنايا ما لقيت، يعني قلبت بعدا السوبر مارشيات اللي معروفين هنا في المانيا بحال الدي ليدل ريفا، مهم ما لقيتش ما السردين والو ما كاينش. الحمد لله في البلاد تما عندنا السردين شكون بغاه كياكلو غير المشاش. كنقلب صافي هذيك كرهت، انا قلت غادي اش غندير في حياتي، قلبت تقريبا شي شنو نقولك شي ساعتين وانا تنقلب، قلب اسيدي على السردين، قلب على السردين، قلب على السردين والو. كنت نعرف واحد السيد هنايا يعني قديم في المانيا عنده مده هنايا، سولت وعيط لي قلت لي خونا في الله، قلت لي ما كذبش عليك راه البار طاح لي السديل فراسي وضروري بغيت شي حانوت شي حاجه نعتالي نمشي نلقى عندهم السردين. قال لي شوف راه كاين واحد سوبر مارشي كبير سميتو ريال، قال لي راه تما غتدخل تما تلف فيه، هذه راه كبيره كاين بلاصه خضره بوحدها بلاصه ديسير بوحدهم وتا بلاصه الحيتان كاينه بوحدها، قلت مزيانه مربوحه من الخير علاش لا. خوكم تا هو على وعده وسعدو غادي داخل، مشيت تما لقيت داك السوبر مارشي ريال، دخلنا طاطات كنقلب دور هنايا بصراحه سوبر مارشي كبير صافي، بانت لي الحوت ضربتني ريحه الحوت جابتني تما عند مول الحوش، كندور في عينيا بان لي السردين، قلت الله مزيانه مربوحه من الخير. قلت غادي نشوفو التامة، قلت التامة ربما يكون غادي يكون ضروري غالي شوية على البلاد، يعني كما تنقولو حنايا اللوجيك هو هذا، لوروب هنايا راه كاين المعيشة غالية، كتخدم كتربح مزيان، يعني خاصك ضروري تقدر، ملي غادي تقدر غتلقى راسك راه كتخلص كتر من البلاد، حاجة عادية. صافي هاديك شنو درت هنايا، خرجت عينيا فداك السميتو فداك المول بلاك اللي يكون في هاد الثمن، كنشوف بحال هكا كنشوف نمرت مزيان، بانت لي اورو و50 سنت، قلت اوه ما يمكنش اورو 50 سنت سميتو اورو 50 سنت الكيلو، طلع قلت راه بحال البلاد تقريبا، يعني اورو 50 شحال جات شي 15 درهم ولا 16 درهم ولا 17 درهم، دابا الاورو حاليا راه شويه طايح. مشيت عندو كدا هادي هضرت معاه ديك الساعه باقي عندي الالمانيه واحد جور ديال المانيه، قلت لي شوف قلت لي غتصاوب لي جوج كيلو ونص، اسمعني مزيان معلم، جوج كيلو ونص غطلع لنا ماشي غير بأورونس، غطلع لنا تقريبا بشحال، راه ملي عبر لي هذيك جوج كيلو ونص وعطاني عطاني الورقه ديال شحال غادي نخلص، شحال خلص؟ خرجت لي شي 45 اورو. هذيك اورونس ديالاش؟ هذيك اورونس ديال 100 غرام، يعني 100 غرام ديال السردين بأورونس، وانا مالي خوكم غادي على وعده وسعده صافي فهمتوني، لانه قلت انا صافي عايد الله هوتا سردي شحال ما كليناه جمعون فوق غادي نخلصو ديك اورونس ونديو شحال، انا كنت حسبت بحال قلت جوج كيلو ونص، حاسبه بشحال جوج كيلو ونص عندك اورونس اوف اورونس 3 اورو، وغادي تزيد عليها عاوتاني شحال تقريبا شي 70 سنت ولا 80 سنت، يعني طلع لك القضيه كاع طلع لك بواحد 3 اورو ونص فهمتيني بحال هكا، ولا قلت 4 اورو كاع طلع لك 2 كيلو ونص تاع السردين. صافي هي هذيك مشيت خونا ملي قلت لي 2 كيلو ونص شاف فيه واحد الشوفه فهمتيني ناقصه، ماشي زعما الشوفه ديال الحقرني ولا شي حاجه، يعني هو تعجب يعني السردين غالي هنايا، قال اوه كيفاش خونا هذا زعما هو واخد من عندي 2 كيلو ونص تاع السردين، قال اوكي اليس كلا. هي هذيك عبر لي المسائل
عطاني الورقه، كنشوف الورقه بحال هكا، انا باغي نضرب يدي في جيبي ونجبد ورقه ديال 5 اورو ونعطيها ليه باش يرد لي الصرف، كنضربها بحال هكا كاش باين ليا ماشي 40 اورو 42 ولا 45 اورو. قلت لي شنو هذا الشيء اخونا؟ قلت لي باز زولداز، قلت لي كان لازم نشبي تصان فهمتيني بحال هكا. قلت لي انا ما نقدرش نخلصه هناك. وانا نسولو قلت لي في كوست 1 كيلو، ويقول لي برو 100 غرام كوست 1 اورو 50، يعني قال لي كل 100 غرام كدير اورونس. قلت لي بحال هكا فهمتي، مديت عليه بحال هكا الصوري شفو السكانيش. قلت لي اسمح لي ما عرفتش. قلت لي اش تاخذ اساس؟ قلت لي 1 كيلو كوست 1 اورو 50. قلت لي على بالي 1 كيلو اورونس. هو بقى تيضحك صافي جرى مع الفيلم وخو عرف باقي لحطتني الطياره انا في المان. شنو دار معايا؟ دار معايا المزيان خونا، شد ديك 2 كيلو ونص على السرديل، خلى منا 500 غرام وحسبها لي بجوج اورو، عطاها لي بجوج اورو. قال لي خونا سير الله يربح اللاطه ديالك، سير اخويا تاكل فيها الغدين صافي. هذيك ملي خرجت انا برا بقيت كنضحك، قلت واش شوف اصاحبي الفرق كي داير. قلت لي في البلاد كتكون انت مريح في داركم، كيجي عندك مول السرديل تل قدام باب الدار، كيدوز من الزنقه حوت الحوت السرديل كبايلا سترن هذه، جيتي هنايا وليتي انت فايق بكري كتقلب على السرديل كدور وضربت نهار وانا كنقلب ما لقيتوش. والغد ليه مشيت ولقيته، وملي لقيته ولينا كنا كان خونا كان غادي لنا فايت يعني باش تخلص معايا نتايا 2 كيلو ونص على السرديل ب 45 اورو ولا المهم 40 اورو يعني ب 400 درهم ولا 9000 ريال، راه ما يتقبلهاش العقل. انا راه الصندوق في البلاد راه الكوربه ديال السرديل كنتي كتاخذها ما عارش ب 150 درهم فهمتيني، ب 15 اورو ولا 130 درهم على حساب ما راكم عارف. انت في البلاد راه مره السرديل طالع مره هابط، ولكن كيطلع حتى كيطلع ما كيفوتش ديك 20 درهم للكيلو. المهم بغيت نبارطاجي مع ستوري تايم، بغيت نبارطاجيها معاكم لانه هذه ديجا كتبدي في هذا ستوري تايم كتعاود تمشي اسوارات شحال هذا وعجبها. كاين الناس اللي تعجبوا اللي عجباتهم هذه الفكره هذه، وقال خونا لا عندك شي اسوارات مره حاول تبارطاجيها معنا. المهم ما تنسوناش بالدعم ديالكم، خلي لايك يونا الفيديو هذا مزيان، خليونا شي كومونتيرات زوينين لتحت، والناس اللي ما ابونياش هبط لتحت تابونا وضغطوا على الجرس باش ان شاء الله فيلم يطلع شي فيديو يوصلكم نتوما الاولين. بارطاجيو مع صحابكم والناس اللي عزاز عليكم. تبارك الله عليكم، كان معكم من روكي في ألمانيا.